ايه المكونات بتاعت الوصفة دي؟ ايه؟ فول مدشوش وخضرة وبصل وتوم، تبقى ايه؟ تبقى بصارة. بزازة قلت له النهاردة حمص، كل ده هنسلقه مع بعضه. فول مدشوش طبعا الكمية دي زي ما انت عايزة، وحمص انا حاسة ده الكمية دي كبيرة قوي، يعني انا عايزة اعمل اقل، ايه رأيكم؟ بس والله زي بقول لكم كده، هي الاكلة دي لازم العيلة وعيلة العيلة والجيران، فهخليهم كلهم عشان ندي الجيران. وخضرة، شبت، بقدونس، كزبرة، يعني قولي ايه، حبة حبة حبة، يعني لو كوباية زي ما احنا كاتبين كده هيبقى ايه، شوية صغيرة، حزمة واحدة من كل مجموع الحزمة، يعني حزمة واحدة فيها شبت بقدونس وكزبرة، تمام. بصل وتوم سليم كده عادي، بس كل ده نحط عليه ميه بقى، ونروح نحطه على النار يغلي لغايه ما كله يستوي. الحمص والفول، الحمص ده يعني انا على فكره واخداه سلقه. ليه بقى؟ ليه واخداه سلقه شويه؟ يعني ممكن نحط الحمص على النار الاول يغلي وبعدين نكمل فيه كل ده لو الحمص مش مسلوق شويه، تمام؟ احطها على النار بقى تغلي. بسم الله بسم الله. ناخدها بقى كده نطفي عليها من بدري وعلى الخلاط. طبعا انا عامله لها هنا ايه؟ عامله لها بصل الورد، ده بصل اللي هو ايه زي الكشري ده للوش، بس انا هاخد منه هحط لها في الاول برضو. هناخد البصاره، بسم الله بسم الله، نضربها في الخلاط. كله بقى مستوي مع بعضه كده، حطي بقى معاه عيش محمص، دي تحفه مع عيش المحمص بقى يا جماعه. كده تمام، شويه زيت وشويه بصل من اللي حمرناه. ممكن تروحي محمره طبعا البصل هنا كده وتشيلي شويه للوش وشويه في الايه، تسيبيهم للبصاره طبعا. اللي مقرمش قوي ده اللي بيتحمر زي البطاطس، زي الايه، زي البطاطس، يعني بقطعه وارش عليه سنه ملح بسيطه واركنه شويه، وبعدين بقدح الزيت اللي انا بحمر فيه البطاطس حتى، بس طبعا هيبقى خلي بالك ان هو هيبقى كله طعم البصل، واروح محمره فيه زي الايه، زي ما بحمر البصل بحمر البصل كده، وراح منزله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، بصاره اهي ما شاء الله، نتبلها بقى ايه، ملح وفلفل، فلفل اسود وملح، خليها تغلي بس غلوتين كده مع البصل. في بحط مكعب مرق، حط نعناع، حط كمون، حط كزبره ناشفه، ادي نعناع كمون مش كتير، ونخليه يغلي مع البصل شويه. هذه البصارة اللي بالحمص جميلة جدا ما شاء الله، تحفة.